طيب افترض ان السلايدز واضحه دلوقتي ان شاء الله ونبدا المحاضره بتاعتنا النهارده. فاللي هنتكلم عنه النهارده باذن الله we are talking about what's called solving problems by searching. بالتبعيه the meaning or how can we design a problem solving agents and hence what are the searching techniques for solutions as we will see. فده three main topics اللي احنا عايزين نغطيهم النهارده. المحاضرة ديت بدءا من chapter 3 هتجدوها في التكست بوك بتاعنا. ويمكن 4 و 5 و 6 ديت الجزئية بتاعت solve problems by search. طيب يعني مبدئيا سر يعني solving problems by searching. أبسط example اللي احنا خدناه المحاضرات السابقة هو التاكسي درايفر. إن أنت لما تجيب تاكسي درايفر وعايز تتحرك من نقطة لنقطة تانية فهو المفروض يبقى عنده الجوجل مابس مثلا فيعرف فين السكك الزحمه وفين السكك الفاضيه فيمشي في المسار الفاضي. فهو كده عمل سيرش دور يعني he did a search او he depended on a search technique to know the best path to follow. فده مفهوم او ده الكونسبت اللي نتكلم عنه النهارده اللي هو solving problems by search. فهنا نفتكر agent types. كان عندنا how many agent types؟ أربعة اللي هما simple reflex مهم وفي model ماشي هو reflex agent goal based و utility based. جميل حلو فدول مكلمين الأربعة وبعدين قلنا كلهم في الآخر we need to convert them into what's called learning agent. learning agent أو بعض الناس بيسموه planning agent. فهنا مثلا في السلايد ديت الروبوت واقف تحت الشجرة وعايز يجيب التفاحة وفي جاب في الأرض فهيجيبها ازاي. فهو دي يعني a problem طبعا بالنسبة لبني آدم ممكن يتصرف التصرف اللي احنا شايفينه قدامنا منتج بس. لكن بالنسبه للروبوت عشان يفكر عشان يوصل لهذا التصرف فده احنا بنسميه بلانينج ايجنتس. فالاربعه اللي فاتوا دول دي كانت طبيعه الفانكشناليتي من وجهه نظر الانبوتس اوتبوتس اند الجوريثم تو بي يوزد. واتفقنا ان كل واحد كان بيبقى اكثر تعقيدا من اللي في البروسيسنج بورت بتاعه. واتفاجئ ان ده بيعتمد على ال PEAS pillars بتوع ال rational agent المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. فالنهاردة نتكلم عنه ازاي بقى agent فعلا الجزء ال processing ده to be designed. How can we build intelligent agents. فأول حاجة ان احنا نبتدي نحط thinking technology او machine في دماغ او في الروبوت بتاعنا او intelligent agent بتاعنا. We need to ask such a question what if I jump, what if I move, what if I pick up, what if do what. فبالتالي I need to make a decision based on consequences of actions. يبقى what if I jump هقع في الحفرة اللي قصادي. What if I will use مثلا روبوت ارم ديت الطويله دي فاين يبقى ايه يبقى هعرف اجيب التفاح and so on. فاجابه هذا السؤال هو جزء من البلاننج وفي الحقيقه ده جزء من الانتليجنس اللي احنا بنتكلم عنه او راشناليتي اللي احنا عايزين نبنيها في الانتليجنت ايجنتس بتاع. And that will be achieved على طول نروح حاجه اسمها مودرن. أخدتوا كورس اسمه Simulation and Modeling أو Modeling and Simulation صح؟ لا يا دكتور. أيوه لا لا معلش أنا هقف معاكم في الانترفيو. مين أخد الكورس ده؟ إحنا ما خدناهوش أصلا كلنا. يعني ده مش عندكم في سنة تانية؟ لا يعني ممكن حضرتك توضح مثلا الكورس ده بيتكلم عن إيه عشان ممكن مثلا يكون اسمه مختلف وإحنا نكون خدناه مثلا؟ طيب لا دقيقة واحدة. أنا قدامي اللايحة بتاعتكوا أهي ثانية واحدة أنا إيه بص كده أشوف كلمة
اوكي انت ممكن تكون اعتقد ان الكورس ده بيدرس للقسم دي اس مش لينا اعتقد. هو يمكن هو ده بيدرسكم وسط البروبابيلتي والستاتستكس. I can see so. يعني انتوا اخدتوا فكرة المودلينج دي المفروض الكورس اسمه structured programming كجمتوا فيها مفروض يعني. طيب اوكي حاضر هنتكلم عنها صح. طب يعني ايه مودلينج بقى؟ القصة دي او الساينس ده او الساينتيفيك تكنيك دوت بمنتهى البساطة انا عشان ابني مكنة بتتصرف زي البني ادم يبقى لازم اهيئ لها طريقة التفكير اللي زي البني ادم. طيب انت مثلا يعني في حاجات بتعملها بتفكر فيها وفي حاجات ما بتفكرش فيها. ايديك لو لمست حاجة سخنة انت بتفكر؟ لا بيبقى ريفلكشن من دماغي عادي. جميل. وهو ده الريفلكس بيزد ايجنت اللي هو دي حاجات مش محتاجة تفكير، دي حاجات very well known. حاجة سخنة هشيل دي فورا من غير ما افكر، قدامي حيطه احول بعيد عنها، مش هدخل في الحيطه بدماغي اذا كنت ماسك الموبايل وماشي مش شايفها. فدي جزء من اجزاء المودلنج ان انا ابني جوه الايجنت رول بيزد ريفلكس بيزد الجوريثم. طيب دي واحده. الثانيه لا ده انا عايزه يفكر قدامه التفاحه والتفاحه دي في الشجره وما بيننا حفره فانا هعمل ايه؟ يبقى عشان افكر يبقى محتاج ان انا ابيلد كومبليت موديل اوف ذا سراوندينج وورلد ان اوردر تو بي ايبل تو ميك ا ديسيشن. وقلنا ديسيشن دلوقتي الخطوه اللي فاتت ديت بيزد اون كونسيكونسز اوف اكشنز. الروبوت اللي قدامي ده يقدر ينط، يقدر يطير، يقدر يمسك عصايه عشان يجيب التفاحه، يقدر يعمل حاجات كويسه جدا جدا، بس اني اكشن هيستخدمه عشان يحقق الجول بتاعي. فعشان يعرف القصه دي لازم الاول اعمله موديل جواه عن طريق البروجرامينج، عن طريق الداتابيز، عن طريق النوليدج اللي انا هبنيها جواه النوليدج داتابيز عشان يبتدي هو يبص عليها وفي ضوء الكلام ده يقرر اني اكشن هو انسب اكشن انه يتنفذ. نحط جنب الكلام دوت مش بس بقى البريوري نوليدج اوف ذا انفايرمنت، لا عندنا السنسور ان انا عندي مجموعه سنسورز بتديني انبوتس، فهذه الانبوتس جنب البريوري نوليدج اوف ذا سراوندينج وورلد ده اسمه الموديل بتاعي. ده بيعرفني الانفايرمنت دلوقتي شغاله ازاي فانا هقدر اتحرك فيها ازاي عشان احقق الهدف بتاعي. يبقى I have to have او it is a must to have a model of how the world evolves in response to actions. لما تتحرك 2 متر يبقى انا قربت من الحيطه، لما اتحرك مش عارف يمين يبقى انا هخبط في الحيطه انسى. فده اسمه ايه؟ model of how the world evolves يعني evolves. عشان اقدر اقول انا وصلت الهدف ولا لا لازم يبقى عندي في الاخر what's called a goal test. يعني بعد كل action I need to test my current situation. Did I achieve the goal or not? فيبقى احنا بنتكلم هنا عن agent مش الريفلكس agent البسيط، لا ممكن نتكلم عنه دلوقتي ان احنا نتكلم عن goal based agent. فمحتاجين نفكر مرة أخرى أهم حاجة الـ world how it would be around us. السلوشن بتاعنا أو الـ planning بتاعتنا يا إما أقدر أوصل باستخدام التكنيكس المتاحة عندي الـ optimal planning أو بنسميها complete planning بغض النظر عن الـ optimality، هنتكلم أكتر عن الكلام ده. ثم والله وأنا بعمل planning الدنيا اتغيرت حواليا فانا محتاج اعمل what's called re-beginning. فده كده مقدمة عامة عن اللي احنا هندخل عليه دلوقتي، اللي احنا هنعمله دلوقتي بقيت حضرتين يمكن النهاردة والاسبوع الجاي ان شاء الله يتعلم. ان محتاجين نعرف how to build the model, how to define our actions, how to know the goal, how to judge our solution is it optimal, complete, non-optimal,
incomplete, is it, do I need to have a planning again or not, and so on. ف ديت خلينا نقول ايه كده, دي كده ايه الرود ماب بتاعتنا, دي السكه بتاعتنا. اذا وصلنا لها في الاخر يبقى احنا نقدر نقول ان احنا بنينا intelligent agent بجميع اجزائه. نحط جنب الكلام ده طبعا زي ما قلت لك من شويه المحاضرات اللي فاتت, انواع الايجنتس والبي اي اس figures بتاعه الراشنال ايجنت. جميع النقاط ديت اذا احنا استوفيناها يبقى احنا فعلا بنينا what's called an intelligent agent. طيب بنينا intelligent agent واحد, ثم هنبني agent اخر وثالث ورابع وهيشتغلوا مع بعض, يبقى احنا دخلنا what's called multi agent. هنخليه autonomous وهنخليه smart او intelligent يعني. فزي ما اتفقنا الفرق بين autonomous وintelligent شرحتها قبل كده, ارجو بس يكون الconcepts ديت واضحة على اساس وانا شغال لما هتكلم. انا افترضت ان انتوا فاهمين الكلام اللي فات. طيب يعني ايه intelligent agent؟ الناس اللي ذاكرت المحاضرات السابقة, يعني ايه intelligent agent؟ هو intelligent dot اللي هو بيفكر ان هو الاوتونومس اللي هو بيبقى شغال رول بيست كده. ماشي, بس انا ما بسالش عن الفرق intelligent agent بقى. والله ده اللي كتب جي المحاضرات اللي فاتت, يقول لك ايه intelligent agent عنده sensors وعنده actuators, وبالتبعية عنده input perceiving environment وعنده acting او actions upon the environment. فده اللي يخليه يبقى intelligent, لان حسب الانبوت هيتصرف, والانبوت ده بيتغير مع الوقت, فبالتبعيه الاكشنز بتاعته هتتغير مع الوقت. انصار the challenge is how to represent the problem, بمعنى how to find the best model او best technique to model the problem. This will be done basically by knowing your input output, وبالتالي أقدر أوصل to my goal in a smart way. كل كلمة من المكتوبة دي وبالذات بالأحمر it has a meaning, okay, and it has let's say techniques behind it, it has let's say a design and analysis processes. يعني الستيتمنت الاولانيه sensors والاكتويتورز, وانت بالديزاين الروبوت بتاعك او الايجنت بتاعك لازم تقرر انت محتاج انهي انواع sensors عشان تخدمك في حل المشكله, وبالتالي محتاج انهي اكتويتورز, هل هحتاج ايد للروبوت ولا محتاج بس عجل هيتحرك وخلاص. انصار السمارت واي المكتوبه تحت دي هي اللي بتقول ان الموديل بتاعي كويس, ان البلاننج تكنيك هيبقى مناسب, وان الاوتكم بتاعي هيبقى very intelligent وسمارت زي ما احنا كاتب هنا in a smart way. be intelligent smart or rational, والتلات كلمات دول مرة بعض بنقول عايزين thinking strategy. اول وابسط thinking strategy عندنا في الاي اي هي solving problem by searching. يعني ايه الكلام ده؟ وانتوا اخدتوا قبل كده food searching technique مفروض. يعني ايه solving problem by searching؟ اخدتوا searching techniques قبل كده يا شباب؟ ما اخدتوش في كورس البروجرامينج search techniques؟ اخدناها يا دكتور. زي ايه مثلا؟ كان في binary search, كان في birth first search. جميل. مثلا binary search مثلا انت كنت بتدوري على data موجوده وسط الداتا صح كده؟ مظبوط. تمام. هنا في artificial intelligence قالك طب ما احنا similar to these techniques, بدل ما انا بس عمال ادور على ارقام وسط ارقام, لا انا هدور على goal state among other states. يبقى هعمل searching among different possible states to see how to reach to my objective او my goal. فده مبدئيا او ده كده ايه الفكره behind solving problem by searching.
search strategies we will talk about and then let's say two big categories. The first one is blind, which is uninformed search strategies. والتانية عكسها informed search strategies. مثلا breadth first زي ما نشوف كده والdepth first دولهم uninformed blind search techniques. في حين informed search strategies دي فيها نوعين، في نوع حاجة اسمها heuristic وفي حاجة اسمها meta heuristic. فده search strategies اللي هنتكلم عنها وهناخد عنها examples في الشغل بتاعنا، نشوف ازاي بتطبق، ازاي نقارن ما بينها، ازاي نختار احسنها حسب او يعني افضل the best one to our intelligent agent. طبعا زي ما اتفقنا it depends on the problem under consideration. عشان اعمل موديل لازم اعرف البروبلم بتاعتي، وعشان اعرف البروبلم بتاعتي فبنقول لك والله a problem can be defined formally. كلمة formally يعني let's say it's a complete way to define the situation you want to solve. We have mainly five components and under each component we may have sub-components. But let's talk first about the five main components. Initial state. Your intelligent agent, once it is turned on, once it is started, it is a starting point in the time domain as well as in the state space. فوالله ان التاكسي درايفر مثلا initial state بتاعته انه جي عندك قدام البيت، فده initial state بتاعته. Then what is the possible set of actions؟ هيتحرك في الشوارع، يمشي يمين، يلف ويرجع تاني، إن كان. I have possible set of actions. That is the second component. Then, what's called transition model. معناها, what is the consequence, what is the result of each action. فالترانزيشن model ده بيتحط جوه description each action. What does it? Where the results أو بنسميها consequence of each action taken. لو قررنا احنا نمشي قدام يبقى انا كده قربت من الobjective بتاعي وانا سايق العربية، قربت اوصل. لا، عملت U-turn فانا بعدت عن المكان بتاعي. يعني فيكم مثلا بيجرب جوجل ماب وهو ماشي في الطرق، لو فاتته مثلا الشارع او الفتحة اللي كان المفروض يدخل منها في سكته كانت محطوطة في البلان، هتلاقي يطلع لك جوجل ماب يقول لك ايه، يقول لك ريبلانينج. تيجي بقى ايه، يعمل لك سكة تانية، لان انت اخدت اكشن وداك بعيد، فبالتالي هو عايز يجيبك تاني في الاتجاه اللي انت عايز توصل. فده ترانزيشن موديل. ده جول تيست، معناها يبقى عندي كده في الكود بتاعي فانكشن after each action I need to test the current state of the current situation to answer the question, am I at the goal now or not? Did I achieve my objective? Did I reach the destination or not? If yes, خلاص يبقى كده ايه، البروبلم is solved وانتهت القصة والحمد لله. If no, يبقى I need to continue to find or to decide which is the best action to do to be يعني اقرب شويه للobjective بتاعي او ان انا اوصل للgoal بتاعي. فبعض problems we may have a set of possible goal states. مثلا لو انتوا بتلعبوا الشطرنج، امتى بنكسب؟ بنكسب طبعا لما الملك بيموت. ده الشطرنج العربي، لو لعبت بالانجليزي اسمها كوين. كويس، فاحنا عندنا الملك والوزير، هم عندهم الكوين والكينج. الكينج يموت يوجع، مش مهم، المهم مين الكوين هي اللي هتكمل للاخر. طيب يبقى اذا الجول تيست بتاعك مش
عدد البيسز مثلا الموجوده على الشطرنج, او مش مثلا ان الكوين لوحدها مفيش حد معاها من الجيش ما انت فزت, لا, فيبقى في عندي different possible situations. الكوين فيها هتموت في الشطرنج وبالتبعيه دوت الجول بتاعي. فيبقى جول تيست ده could be very straightforward زي تاكسي درايفر, ان انت وصلت للديستنيشن yes or no. اما في الشطرنج هل انا الملكه كده ماتت ولا لا, يبقى عندي different possible situations, actually very large number of possible situations at which الكوين ممكن تكون ماتت فيهم. اخر حاجه, في حاجه اسمها الباث كوست. كل القصه اللي فاتت دي, الاربعه اللي فاتوا دول, initial state, possible action, transition model, goal test, كل ده وانا بتحرك لازم احسب انا دفعت قد ايه, ايه الكوست اللي انا احتاجته, وبالتبعيه هل الكوست ده معقول, وبالتبعيه السوليوشن بتاعي مقبول, ام هاجي في حته واقول ايه لم اجد السوليوشن, ام was not able to reach the destination. انا طلعت من بيتنا بالعربيه عشان اوصل مثلا التجمع الخامس, الدائري عليه حادثه, المحور عليه ماسوره ضربت, مش عارف كوبري 6 اكتوبر زحمه وواقف عشان في مش عارف مين معدي, جاب جاب جاب. تكتشف لو انت نازل من البيت الصبح ان جميع الطرق مسدوده, فيكون الباث كوست فيري هاي, انك تقعد ساعات طويله عشان توصل الديستنيشن بتاعك. يبقى الديسيشن هنا ساعتها هيكون unreached او unfeasible solution to do so the action. فيبقى الباث كوست مهم في انك تختار اسرع طريق, افضل طريق, the safest one. في بعض الناس ما بتحبش تاخد الدائري عشان الحوادث, سواء كان همشي في شوارع القاهره المكسره المدغدغه الزحمه واستحمل الزحمه, بس ما امشيش على الدائري وسط العربيات النقليه مثلا. فيبقى في عندي cost function, I need to define it in advance, I need to use it to assess each action cost and hence the possible outcome of the actions I'm going to take in the future أو into my plan. وأنا بعمل planning أنا هتحرك منين فيه. طيب دي كده خمسة components اللي هنشتغل عليهم في جميع البروبلمز إن شاء الله يتعلم. حد عنده أي استفسار حتى لنا شباب؟